إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة قصيرة بليغة وقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه فقال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيح. قول النبي الطهور شطر الإيمان، الطهور النظافة والتطهر، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالتطهر للصلاة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا. والطهارة هنا بمعنى الغسل، وقد بين النبي صفة الغسل صلى الله عليه وسلم وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى للطهارة التي أرادها الله تبارك وتعالى من عباده وضوءا للصلاة أو غسلا للجنابة، وكذلك ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده تيسيرا من الطهارة الترابية وهي التيمم، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. قول النبي الطهور شطر الإيمان، هذه الطهارة بالوضوء والغسل نصف الدين، لأن الدين طهارة في الظاهر وطهارة في الباطن، طهارة في الباطن بتزكية النفوس لهذه الشريعة المطهرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، قولك الحمد لله تملأ ميزانك حسنات يوم القيامة. وبين النبي هذا ملء الميزان، قال سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أو تملأان سبحان الله والحمد لله ما بين السماء والأرض، لو كانت أجراما لكانت على هذا النحو من كثرة الثواب على هاتين الكلمتين من كلمات الذكر، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، نور إشراق في القلب كما قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيشرق الله تبارك وتعالى بنوره بهذه الصلاة في قلوب عباده المؤمنين المحافظين عليها في المساجد. قال الله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني أن نور الله تبارك وتعالى يشرق في قلوب عباده المصلين
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالنبي يقول الصلاة نور، نور في هذه الدنيا ونور في الآخرة، فإن أهل الإيمان يؤتون نورهم يوم القيامة على قدر أعمالهم، فأهل الصلاة هم أعظم الناس نورا يوم القيامة، كما قال النبي أنه بعض أهل الإيمان يأتي يوم القيامة ونوره كالجبل. انظر لو كان هناك مصباح بقدر جبل وكل مضاء، فهذا نور العبد المؤمن يوم القيامة، يسعى كما قال الله تبارك وتعالى يسعى يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه الصلاة نور، ينبغي أن تصلي وتعلم أنه بالصلاة يشرق الله تبارك وتعالى نور الهداية والإيمان في قلبك، وكذلك يدخر الله تبارك وتعالى لك نورا بهذه الصلاة في الآخرة، صلاة الجمعة التي تكون بالمساء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والصدقة برهان على الإيمان، تصدق هذا دليل على إيمانه، لأن المتصدق لا يريد عوض في هذه الدنيا وإنما يريد الأجر والثواب يوم القيامة، إذن هو مؤمن، مؤمن بيوم القيامة، مؤمن بالأجر والثواب. فالصدقة برهان على إيمان صاحبها، الصدقة بمعنى الصدقة الحقيقية، وأفضل الصدقة ما كان سرا كما قال جل وعلا إن تبدوا الصدقة فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فيغفر لكم من ذنوبكم. فالمتصدق الذي يريد بصدقته وجه الله تبارك وتعالى ولا يمن ولا يؤذي، يعني لا يمن على من تصدق عليه يقول تصدقت عليك وفعلت لك وفعلت ولا يؤذيه، فهذا هو المتصدق الحقيقي والذي يطمع ويريد ثواب الله في الآخرة. فالصدقة برهان. قال النبي والصبر ضياء، الصبر ضياء، الصبر في كل مواطنه، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على الأحداث والابتلاءات، هذا كله مواطن صبر. فمن صبر في مواطن الصبر جعل الله تبارك وتعالى له الصبر ضياء، والصبر ضياء. ثم قال النبي والقرآن حجة لك وعليك، من يحفظ القرآن ويقرأ القرآن إما أن يكون حجة له إذا كان مؤمنا به عاملا بما فيه، وإما أن يكون حجة عليه إذا كان لا يعمل بما فيه. ينهى القرآن عن الزنا فيزني، ينهى عن الربا فيربي، ينهى يقرأ القرآن وينهى عن الفواحش فيقع في هذا، فهذا يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة لأنه قرأ ولم يمتثل، قرأ القرآن ولم يمتثل. وكذلك إذا كان متأكلا به متعجلا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به، وقال إن هناك أناس يقرؤون القرآن يتعجلونه ولا يتعجلون، يعني يتعجلون الأجر الذي يأخذونه على القرآن في الدنيا ولا يتعجلونه، لا يجعلون قراءتهم لله، منتظرين ثواب هذه القراءة وهذا الحفظ من الله يوم القيامة. فهؤلاء قال النبي لهم النار يوم القيامة، يعني الذين تعجلوه ولم يتأجلوا. فالقرآن يقول النبي حجة لك أو عليك. ثم قال النبي بهذه الكلمة الجامعة كل الناس يغلو، رأي كل في أحد قال في أحد باقي في الدنيا ما أحد باقي، كل الناس يغلو. الغلو هو ذات صباح، يعني يسعى
نفسه فمعتق. إنسان يسعى في فكاك نفسه من النار، يبيع نفسه لله ليفتك من النار، وآخر يبيع نفسه للشيطان أو موقفه، وهو الذي باع نفسه لهواه وللشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالنبي يقول: كل الناس يغدو، كل ماشي، كل رايح، كل الناس رايحين، لكن الأمر مختلف. سعي الناس في هذه الحياة مختلف. هذا مؤمن يسعى في فكاك نفسه من النار وفي أن يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى، وهذا غافل لاهي كافر أو ظالم لنفسه، يسعى في هلاك نفسه. كل يوم يجيب نفسه، يجمع نفسه مصيبة يوم القيامة. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موقفها. ويجب على كل أحد أن يفكر في أي فريقين. استغفر الله لي ولكم لذنب الاستغفار. سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. سمعت البارحة أحد الإخوة يحدث عن ماء زمزم، جمع فيه أطراف الأحاديث التي جاءت في هذا الماء. أولا، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنه طعام طعم وشفاء سكر. فما زمزم طعام طعم، يعني ممكن أن يستغني به يعني شاربه عن الطعام. وكان ابن عباس يقول: كنا يعني إذا في حال جد نستغني عن الطعام بشرب ماء زمزم. وهذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه جاء قبل أن يسلم، جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أن هناك رجلا خرج في مكة يدعو إلى الله ويقول إنه النبي، فأتى هو وأخ له إلى مكة، وجاء على يعني على نيته يسأل، سأل بعض الناس: وين هذا الرجال الذي يعني يزعم أنه النبي؟ فأخذوه ضربوه بهدل. وكانت قريش في هذا الوقت حصار، في حصار على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان في هذه السنوات السرية من دعوته، ثلاث سنوات الأولى، فضربوه ضرب شديد حتى كادوا أن يقتلوه، وهو غفار من قبيلة غفار اسم قريش. حتى جاء واحد تدخل لهم وقال لهم: هذا يعني قبيلته تقوم عليكم، اتركوه. فتركوه بعد أن أوجعوه ضربا، وبقي في المسجد. ما أحد من أهل مكة يعني عطف عليه بأن يطعمه طعام، فما كان عنده إلا يقول: ما كان عندي إلا ماء زمزم بس. يقول: فعشت عليه شهرا حتى نمى لحمي وانكسر لحمي وأصبحت عندي عكن، تكسرت عكن بطني، يعني لحم هذه جلد البطن تكسر من الشحم الذي فيه بعد شهر. وكان من خبره شيء عجيب بعد ذلك، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يعني ينظر هؤلاء الغرباء الذين أتوا، ولكن يأخذهم سرا. فجاء إليه وقال: أما آن لهذا الغريب أن يرتحل؟ أما آن الغريب أن يرتحل؟ فقال له: تعال تكتم عني؟ قال: نعم. قال له: أريد أن يعني توصلني إلى محمد.
طبعا لم يكن أسلم قبل شيء. فقال له: سآتي وأسير فسر خلفي، فإن رأيت أحدا أشرت لك تنصرف. يقول: فأخذني سرت خلفه حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد ذلك في قصة لعلنا نعود إلى تفصيلها لما فيها من العظات والحكم الكبيرة. الشاهد من هذا الخبر هو أن أبو ذر عشر يقول سمنت على ماء زمزم، مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طوع وشفاء سقم، يعني يشرب للاستشفاء. فأي يد، وقد ثبت من يعني التجارب الكثيرة أن الله تبارك وتعالى شفى به مرضى ممن يعجز يعني أي طب على أن يشفوا منه، شفاهم الله تبارك وتعالى بشرب هذا الماء المبارك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا نوى الإنسان عند شربه أي نية للدنيا أو الآخرة، شربه ابن حجر للعلم فكان من أعلم الناس، وشربه بعض الناس لأمور كثيرة من خير الدنيا والآخرة فحفظه الله تبارك وتعالى، وشربه بعض الناس لأمور في الآخرة وأحفظ الله مني أشرب زمزم لعطش يوم القيامة. فهذا كله حق، والنبي يقول: ماء زمزم لما شرب له، أي نية ينويها الإنسان يعني عند شربه يعطيه الله بها. وماء زمزم معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى، ودليل على صدق النبي وعلى هذا الدين، فإن الله فجره لعبده إسماعيل نبي الله تبارك وتعالى وأمه هاجر، وكان قد ترك أمام إبراهيم في هذا المكان بأمر الله تبارك وتعالى، ففجر لهم الله تبارك وتعالى هذا الماء من الصخر. مكة أرض صخرية جبالها وأراضيها، ونادرا يعني أن يكون من بين الصخور أن تجري أنهار، فجره الله من هنا ولم ينظر منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا 4000 سنة. لا يوجد بئر في الدنيا قط في أي مكان يستمر 40-50 سنة، لكن هذا البئر كما يعني جاء في رؤيا عبد المطلب: احفر زمزم تسخي الحجيج الأعظم. فالحجيج الأعظم يمكن ما كان الناس يتخيلون أن يكون حج لبيت الله كما الآن،